هنكمل المحاضرة 9 بإذن الله. دلوقتي بنتكلم عن الايكونز. طبعا اكيد بيبقى فيه ايكونز في الفورم بتاعتي، فبيقول لي الايكونز السيمبل اللي تبقى اللي بنختارها للايكون لازم تكون معبرة عن الاكشن اللي هي بتعمله. وبعدين بيقول لي هنا مجرد ما اشوف الايكون لازم اقدر ريكوجنايز هي بتعمل ايه، يعني مجرد ما اشوف السيمبل بتاع الايكون لازم ابقى عارف كده هي الاكشن بتاعها هيكون ايه. هنا الدكتور بتتكلم عن الجي او اي كنترولز اللي هو عندي تكست بوكس التشيك بوكس وهكذا، وكل السلايدز اللي بعد كده بتتكلم عنها ايه بالتفصيل. يعني ده مجرد اكزامبل عن الكومبوننتس بتبقى شكلها ازاي. التكست بوكس مثلا احنا عارفين التكست بوكس اللي بيدخل فيها انبوت كاركترز، فهنا بيقول لي ان لو الانبوت بيكون انليميتد في سكوب معين فبعمل له تكست بوكس عشان يقدر يكتب الكاركتر اللي هو عايز يكتبها. التكست بوكس should be large enough to accommodate all the characters، يعني لازم يكون كبير بحيث ان اقدر اشوف بقية الحروف، ما يبقاش الشخص مدخل حروف اكبر من التكست بوكس اللي انا عامله. الكابشنز هنا في نقطتين. النقطة ان احنا عارفين ان لما باجي اكتب كاركتر بكتب من left aligned، اما لما باجي اكتب نيوميريك بكتب رايت الايند. دي خدناها المحاضره اللي فاتت. هنا بقى بنتكلم عن التشيك بوكس. التشيك بوكس طبعا احنا عارفين ان التشيك بوكس فرقها عن الراديو بوتون ان انا بقدر اختار اكتر من حاجتين. مجرد بعمل يس او نوع على الحاجه. لو عملت يس اللي هو لو عملت علامه صح مثلا يبقى كده انا خدتها، لو عملت نو يبقى لا. بيقول لي التشيك بوكس ار يوز فور نون اكسكلوسيف. يعني ايه نون اكسكلوسيف؟ يعني عندي اكتر من اختيار، يعني بسمح لليوزر ان هو يدخل لي اكتر من اختيار. التشيك بوكس تكست ار ليبل بيتكتب طبعا في الرايت ان انا بكتب التكست جنبه هنا ومجرد بيعمل تشيك عليها هنا. اف ذير ار مور ذان 10 تشيك بوكس، لو عندك اكتر من التشيك اكتر من 10 تشيك بوكس فيفضل ان انت تعملها في ايه، في بوردرد بوكس كده، يعني اجمعهم كده مع بعض افضل من اني افضل سايبهم كده. ده بقى الاوبشن بوتونز او الراديو بوتونز. بيقول لي هنا لو عندي في اكسكلوسيف. اكسكلوسيف يعني ايه؟ يعني بختار اختيار واحد بس ما بين الاختيارات اللي هم حاطينه لي. كمان بيقول لي بنكتب التكست جنبها، طبعا الراديو بوتون احنا عارفين بيبقى دوريه كده وبنختار وبيبقى فيه التكست في الرايت. اوفن زي ار بليسد ان ريكتانجل، بنحطها في ريكتانجل كده وبنسميها الاوبشن جروب. بيقول لي لو احنا عندنا اكتر من 6، يعني لو عندنا اكتر من 6 راديو بوتون يفضل ان احنا نعملها في دروب داون ليست افضل من ان احنا نسيبهم كده. هنا بيقول لي دروب داون ليست فيها 3 بوينتس. اول بوينت ان احنا لو عندنا اكبر عدد من الاختيارات اللي يختار ما بينهم نحطها في دروب داون ليست زي ما احنا ما قلنا المره اللي فاتت في الراديو بوتون. لو عندنا اكتر من 10 فيفضل ايه يتحطوا هنا، او اكتر من 6. كمان بيقول لي لو احنا المساحه بتاعت الفورم بتاعتنا صغيره فاحنا الدروب داون ليست ما بتاخدش مساحه خالص وتبقى مفضله ليها، عشان خاطر طبعا بنقفلها وبعد كده نفتحها ناخد الاختيار اللي احنا عايزينه وتقفل تاني. if there is a common selected choice display drop down list by default. لو في selected choice ده commonly يعني على طول بيختاروه فممكن اخليه هو الديفولت عندي. هنا بيقول لي كل فيتشر يفضل ان احنا نعمل تاب منفصله ليها ويبقى ليها اللي فيها الاوكي والكانسل والهيلب لازم تكون موجوده. يعني لو عندنا اكتر مثلا من بيج يبقى فيه تاب بتقدر تفتح، يعني حاجات زي دي كده. عندنا كمان حاجه اسمها سلايدرز اند سبين اللي هو ايه، حاجه زي كده ان احنا بيبقى عندنا اكتر من صوره او اكتر من داتا بقدر اقلب ما بينهم. الايمج ماب ان انا يبقى عندي حاجه معينه ايمج او بيج مثلا عايزه ادوس على حاجه معينه يطلع لي ديتيلز عنها زي ما جوجل ما عمل. ده كده مثال للسلايدرز اند سبين ان بيبقى فيه اكتر من حاجه ممكن يختار ما بينهم. التكست اريا. التكست اريا ان احنا بنسيب مساحه كبيره جدا عشان خاطر يقدر يكتب فيها اكبر من التكست بوكس. كمان بيقول لي لازم اهندل الموضوع ان مش هسيب له التكست اريا يفضل يكتب لحد اخر الصفحه، لا انا اجبره ان هو ينزل نيو لاين عشان خاطر ما يبهدليش منظر الصفحه. عندنا المسج بوكسز ان اسيب له بوكس يقدر يكتب فيها الفيدباك بتاعه في الكوماند بوتونز اللي هي البوتونز اللي عندنا العاديه.
عندنا الهيدن فيلد طبعا احنا عارفينها ان هي ما بتبقاش مرئيه فما بتاخدش مساحه والفيور ما بيشوفوهاش، وممكن تحتوي على النيم والفاليو. عندنا بقى في حاجه اسمها ادفانسد كنترولر، كل اللي احنا قلناه ده كله كان الكنترول بس جنرال، الجنرال اللي احنا بنستخدمه عامه، اما الادفانسد دي مش كل الناس بتستخدمها. عندنا حاجه ليها مثلا دروب داون كاليندرز، يعني يستخدم الكاليندر بتاعه في الفورم. السلايدر اديت كنترول زي اللي احنا شايفينها دي كده. في الماسك اديت كنترولز، ده اني اقدر اكتب بفورمه معينه، يقدر يدخل اي حاجه بشكل معين وهكذا. في كذا حاجه، حاجه زي التشيك ليست بوكس اهي، حاجه زي التشيك تري بوكس. يعني هي الدكتور حطلنا الاكزامبل كلها هنا. عندنا حاجه اسمها ايفنت ريسبونس تشارت، يعني ايه بقى؟ ده بيعرض لي مجموعه من الايفنتس اللي المفروض اروحها او اللي هتحصل. شو وات شود هابن، build a web form that requires minimal action. ال event response chart ده ما بيبقاش محتاج action كتير من ال user، هو مجرد بس بيعرض لي ال events اللي هتحصل. explore improvement to the web page، يعني الملخص بتاع لو في اي event بتديني تحذير ان هي تحصل. في guidelines عشان خاطر اقدر اعمل ديزاين للويب سايت. اول حاجه بيقول لي لازم يبقى فيه clear instructions، كمان تبقى الفورم بتاعتي منطقيه وانه بيدخل الداتا في حاجات منطقيه، ويقدر يستخدم اكتر من حاجه، اكتر من كنترول. ممكن تكست بوكس، في بوتونز، في راديو، في دروب داون ليست، يعني الفورم بتاعتي تبقى بتحتوي على حاجات كتيره جدا. يعني تبقى يبقى افضل، بس طبعا مش يبقى حاجه عشوائيه كده وخلاص. يعني provide a scrolling text box if you uncertain how much text will be entered، يعني انا لو مش عارف بالظبط هو هيدخل تكست قد ايه فيفضل نعمله scrolling زي ما قلنا عشان خاطر ما ياخدش لاخر الصفحه. including two basic buttons اللي هو طبعا اكيد لازم يبقى عندنا submit والclear. كمان لو الفورم بتاعتي طويله فاقسمها على two forms او two pages يبقى افضل طبعا. create feedback screen، طبعا يفضل ناخد منه فيدباك عن اي حاجه كانت صعبه قدامه وهو بيملى الفورم بتاعتي. الدايناميك ويب بيجز احنا عارفين دي يعني اللي بتقعد تتغير كل شويه، فبيقول لي هي ذات تشينج ذيم سيلف از ذا ريزلت، هي على طول بتغير في نفسها. الادفانتج ان هي موديفاي ذيم سيلف كويكلي، يعني على طول بتعدل من نفسها. الديس ادفانتج ويل نوت ورك ان جافا سكريبت، يعني لو ما فيش جافا سكريبت اكيد مش هتشتغل لان هي معتمده على ايه، على الجافا سكريبت. هنا بقى بيقول لي شويه تعليمات عشان خاطر الويب سايت يبقى كويس. اول حاجه بيقول لي ميك شور ذات اتش فورم، ان هو يعني كل فورم يبقى محدده السبيسيفايد بيربز بتاعها، يعني فيها الغرض بتاعها. كمان اني امنع الدوبليكيشن اوف انفورميشن، يعني ما اجيش اطلب منه النيم فوق واجي اطلب منه النيم تحت تاني. ديزايد اون هاو تو ريبروديوس فورمز ان ذا موست ايكونوميكال واي، we establish producer that make forms available، يعني نخلي الفورمز available مش تبقى تكلفتها عاليه. هنا بيقولي ان احنا بنستخدم layers، اكيد طبعا بنكتب كود عشان خاطر نقدر نتحرك من البيج للبيج. اكيد بنستخدم الجافا سكريبت زي ما قلنا اصلا في الدايناميك. determine when they use layers، برضو ان احنا بنستخدم layers. وفي استخدام الاجاكس، طبعا احنا عارفين الاجاكس اكيد، اللي هي باختصار بتعمل ريفريش لجزء معين في البيج، مش شرط ان نعمل للبيج كلها ريفريش. بس كده المحاضرة التاسعة خلصت.